عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا في صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم شباكية واخا معطلة شوية، معطلة ب 12 يوم. انا يلا طفات عليا الشمع. المهم يلا، في الحقيقة صوبتها غير الكوموند ديال الناس وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. المهم في المقادير غادي نحتاج هنايا نص كيلو ديال الدقيق ديال الفورز او الدقيق الابيض، عندي هنايا نص كاس ديال العنبة، زنجلان مصهد، غير مصهد ماشي مقلي، يعني غير ضربوا هذيك الصهده صافي ونحيدوه، نص كاس منه مطحون مزيان، ونص كاس ديال اللوز بالقشره ديالو، ما مقلي ما والو، كما هو كنهزوه وكنطحنوه حتى هو نص كاس، يعني 50 غرام ديال اللوز بقشرته ما مقليش مطحون مزيان، ونص كاس او 50 غرام ديال الزنجلان مصهد ومطحون مزيان. عندي هنايا معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه صغيره ديال النافع، واحد نص معلقه صغيره ديال حبه حلاوه، انا كنستعمل حبه حلاوه في الشباكيه كتعجبني النكهه ديالها. صافي غادي نخلط كلشي، غنغرب الاول ضروري كلشي يتغربل باش ما تكونوش لينا دوك الحبيبات في الشباكيه في العجينه، غادي تقطع لينا العجينه ديالنا، ما فيهم والو، كلهم دازو، كلشي مطحون مزيان. صافي غادي نخلط هاد المواد ديالي الجافه، هي تخليطه خفيفه. دابا غادي نزيد الدهون اللي هما نص كاس ديال العنبه ديال الزبده، الزبده كنطيبها مزيان حتى كيتحيد منها كلشي هذاك الحليب اللي فيها، ونص كاس ديال الزيت، زيت المائده حتى هو نص كاس، يعني ماشي كاع نص كاس حيت عندي هنايا كاس ديال العنبه ما عمرش حتى الفوق، باقي فيه شويه. دابا غادي نزيدو على الدقيق، صافي غادي نخدمها مزيان. غنخدمها مزيان وغادي نخليها ترتاح واحد ساعتين ديال المكانه، من الاحسن تبيتوها الا كان عندكم الوقت، عجنوها في الليل وخليوها حتى الصباح عاد باش كملوها، اولا عجنوها في الصباح بكري وخليوها حتى العشيه عاد باش كملوا ليها الخدمه ديالها. صافي كنخدمها بحال هكذا كيف ما كتشوفوا، بحال كنبسبسها باش هذيك الزبده تدخل كلشي مع المواد الجافه. غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير وغنخليها كيف ما قلت لكم ترتاح واحد ساعتين. بالنسبه لي انا هنايا استعملت مقادير قليله، غير نص كيلو ديال الدقيق، الا كنتو بغيتو كميه اكثر دائما تقدروا تضاعفوا المقادير. من بعد ما دازت ساعتين ديال المكانه او اكثر، الحقيقه خليت اكثر من ساعتين، دابا غادي نزيد ليها السوائل ديالي. اول حاجه غادي ناخذ الخل، عندي هنايا كاس ديال العنبه، غادي ندير الربع ديالو، مع ماشي الربع 100% ولكن اقل من الربع بشويه بحال هكذا، ربع ما كملش الربع ديال الكاس، وغادي نديرو في كاسروله. غادي ناخذ ماء الزهر، عندي كاس لاروب ديال الماء الزهر او 125 مليلتر. غنزيدو على الخل في الكاسروله وغنزيد لهم شويه ديال الملون الصناعي او الخرقوم، واحد شويه. غادي ندير الكاسروله تسخن فوق العافيه غير حتى تسخن مزيان، ولكن ما تغلاش، صافي ونحيدها من فوق العافيه. في هذا الاثناء غادي ندير الخميره الحلوه، غندير نص معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، وغندير قبيصه ديال خميره الخبز غير شويه، راس معلقه،
غندير كذلك واحد الرشه ديال الملح، غادي نضيف كذلك صفار بيضه، نخلط هو الاول الخميره شويه مع هاد الخليط ديالي، ونزيد صفار البيض ونخلط شويه باش الا خويت المزهر ديالي سخون ما يطيبش ليا البيضه. تقدروا تزيدوا كذلك المسكه الحره، انا ما ضفتهاش، عندي العسل فيه مسكه الحره فما يحتاج. غادي نزيد الخليط ديالي هو من بعد ما سخن، بسم الله. غادي نستمر بحال هكذا نجمع فيها، غير حتى تجمع ليا وندلكها واحد شويه فقط، غير حتى تجانس ليا كلشي مكونات، ولكن ما نعجنهاش، الشباكيه ما كتبغيش الدلك. ها هي من بعد ما جمعتها ودلكتها شويه كيف ما قلت، غير حتى تجانسات، ما نفرطش في الدلك ديالها. غنقسمها على ربعة ديال القطع متساوية، صافي. غادي نشكلها على شكل بحال مسمنة، غادي نديرها في البلاستيكة باش ما تنشفش ليا. صافي غنستمر مع هاد القطع اللي بقاو ليا نفس الشيء، وغنخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق عاد باش نشكلهم. صافي من بعد ما ارتاحت العجينه ديالي، غادي ناخذ القطعه الاولى ونسرحها بالدلاك شويه، وغندوزها من بعد في الماكينه. الناس اللي ما عندهمش الماكينه غادي يستعملوا غير الدلاك باش تدلكوها، تكون رقيقه ماشي رقيقه بزاف. بالنسبه للناس اللي عندهم الماكينه انا كنديرها في رقم 5. غنقسمها على جوج، غنحاول ما امكن نجيب العجينه تكون مقاده باش ما نضيعش بزاف العجينه. صافي غندوزها في الماكينه. صافي انا شكلت منها اشرطه بحال هكذا، هانتوما كيفاش داير السمك ديالها. غادي ندير واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، والسادسة غادي نقطع. واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة. بالنسبة للطريقة ديال التشباك راه سهلة بزاف. انا عندي هنايا كيف ما كتشوفوا جوج، أربعة، ستة، غنديرها بحال هكذا، وغنحط جوج فوق جوج، وهاد جوج الاخرين فوق جوج الاخرين، يعني جوج على جوج على جوج، تكون بحال هكذا. هانتوما كيفاش كتشوفوا جوج على جوج على جوج، وغندير شويه ديال الماء هنايا غير باش تلصق ليا مزيان بحال هكذا. غندخل صبعي في هاد التقيبه اللي كاينه هنايا بحال هكذا، ونهزها هكذا، ها هي كانت بحال هكذا. غندخل صبعي في هنا ونقلبها ونحلها بحال هكذا. سهله مهله. نعاود معكم وحده اخرى هكذا، جوج على جوج على جوج هكذا وهكذا. انا نقرب الفيديو باش هانتوما، ها هي جوج على جوج، وهاد جوج كنرجعوهم بحال هكذا. ندير شويه ديال الماء ونسدها مزيان باش ما تحلش لي فاش كون كنقليها. غندخل صبعي في هاد التقيبه هادي، ها هي
بحال هكا وغنقلبها. هي هكذا صافي، راه الطريقه سهله وواضحه. انا غنستمر بحال هكذا حتى نكمل كل شيء العجينه اللي عندي، نتلاقاو باش نطيبوها. انا من بعد ما كملت الكميه ديال العجينه كلشي اللي عندي غادي نقليها. انا درت الزيت في الطنجره، الزيت تكون كثيره شويه، نخليوها حتى تسخن مزيان عاد باش نحطو فيها الشباكيه ديالنا. وكذلك هنا عندي العسل، انا ما سخنتوش، خليوه بارد، حطو فيه الشباكيه وهو بارد. وعندي الكسكاس باش نصفي فيه الشباكيه من العسل. صافي، من بعد ما سخنت الزيت ديالي غادي نحطها وغنقص العافية تكون بوسطة. نبقى نشوفها مرة مرة من التحت واش تحمرات، إلا تحمرات نقلبوها باش تحمر من الجهة الأخرى. صافي، من بعد ما كتحمر كنحيدها وغنديرها في واحد الصفايه هو الاول عاد باش نحطها في العسل باش ما تنزلش ليا هذاك الزيت في العسل، ما غاديش يلصق عليها مزال. دابا غنغسلها في العسل ونديرو عليها من الفوق بحال هكذا غير بشويه، ماشي نخلطها حيت غتهرس ليا. صافي، غادي نخليها تشرب العسل مزيان عاد باش نحيدها. الا شفتوا راسكم غادي تغلبوا نقصوا على الزيت حتى تشوفوا الشباكيه شربت العسل مزيان عاد باش ديروا القليه الثانيه. هنايا الشباكيه شربات العسل، غنحيدها نحطها في الكسكاس باش تصفى. صافي، نحاول نحط واحدة هدا واحدة باش تبقى ليا البلاصة الكمية اللي عندي كلها، وغنستمر في القلي ديال الشباكية ديالي حتى نكملها كلها. هاي الشباكية ديالي من بعد ما وجدات، طيبتها غطستها في العسل، زينتها نص زينته باللوز ونص زينته بالزنجلان، كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوف المنظر ديالها زوين وهشيشة ولذيذة بزاف بزاف، وفيها التعليكة شرب العسل. فجربوها بهذه الطريقة هذه، ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. بهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديال اليوم، كنشكركم على المتابعة. الى عجبكم الفيديو ديروا ليه لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.